لاحظنا منذ فترة، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة، انتشار دعوات وتسجيلات وتصرفات تتسم بالتطرف وتبالغ بالإساءة إلى شعبنا ووحدته الوطنية المقدسة. وهو ما يستدعي مني التأكيد على ميلي. أولا، تشبثنا بنهج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ القزواني، مبني على الانفتاح والتشاور الواسع مع كافة القوى الحية في البلد، أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنيه.